مرور الوزارة الداخلية اللواء عبد الله المهنة: نحن نطبق القانون واتمنى نخفف معاناة المواطنين. اتمنى ذلك. شوفوا التغريدة. طبعا الإدارة العامة للمرور هو شريك أساسي بالنسبة في هذا المشروع، وما تقدم فيه طبعا في مشاريع وقتية وآنية، بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة على ما تقدمت فيه إدارة الجامعة في هذا المشروع. ونتمنى طبعا أن يكون يأخذ الجدول الزمني المخصص له وينتهي بما مخطط له من قبل إدارة الجامعة بتحقيق هذه الأهداف اللي أشرنا لها قبل شوي. وإحنا كإدارة عامة للمرور ندفع في هذا الجانب ونؤكد عليه، ومن خلال أكثر من موقع يمكن أشرنا إلى هذا الموضوع. معاناة الطلبة الحقيقة بالنسبة لمرافق المواقف وما تعرضوا له في الفترة الحالية طبعا بسبب المخالفات المرورية، وخلنا أتكلم بكل وضوح، إحنا منطبق قانون ومطلوب منا عمل تنظيم وتأمين مسار المركبات على الطرق، وأيضا بالنسبة لكل ما هو موجود ومحيط من مرافق مرتبطة في الطريق. خبرنا الأخير لهذا اليوم: بلدية